برنامج صيفي مكثف لتحفيظ كتاب الله تعتمده جمعية الإرشاد والإصلاح بتوغورت، حيث عرفت المدارس القرآنية إقبالا واسعا من قبل التلاميذ الذين يقبلون على حفظ كتاب الله مع التركيز على أحكامه في التلاوة والتجويد. جئت لأقرأ القرآن من أن أحفظه وأختم القرآن وأصبح شيخا مثل الشيوخ. جئت لأقرأ في هذه المدرسة الكريمة لأحفظ كلام الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، يعني وصلنا إلى مرحلة الإتقان إن شاء الله، وهو مشروع العمر، يعني لا نقول فقط إتقان، هو مشروع العمر القرآن. تبسيط تحفيظ لكي يتم استقبال الصورة لدى الطفل، كأن نحفظ الصورة ثم بعدها نقوم بالتكرار ما فات الطفل من صور درسهم سابقا. يعكف مدرس مختلف المدارس القرآنية على ترسيخ تعاليم الحفظ بالأحكام من خلال التلقين والاستعانة بالمراجعة الجماعية. حلقة قرآنية، يعني نبدأ بالتلقين وشرح الجزء اللي باش يتحفظ، يعني شرح المبسط أو شرح المفردات، ومن بعد التلقين وركز على المواضع التي فيها الأحكام، أحكام التجويد بشكل خاص، ثم نشرع على بركة الله في التلقين، يعني يشرع المعلم في التلقين، ثم نستمع إلى الطلبة أو التلاميذ في نستمع إليهم في تلاوة جماعية. 82 فوج، 71 معلم ومعلمة، 1060 متمدرس. هذه معناها الحصيلة تاع الصيف الحالية اللي وصلنا لها، مع العلم أن العدد يزداد ويتغير. مجموعة من المدارس الآن في الوقت الحالي راهي في مخيمات الحفظ المكثف. تعد هذه المدارس القرآنية منبعا لتنشئة أجيال تشع بنور القرآن الكريم والقيم النبيلة.